الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الأيام القادمة وأيضا خلال الساعات القادمة بإذن الله. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الطقس الحار في عموم المناطق، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في المنطقة الجنوبية الغربية ورياح نشطة في المنطقة الشرقية والوسطى تشمل العاصمة الرياض. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح انتشار لكميات من الغيوم متوسطة وعالية الارتفاع في المنطقة الشمالية، المنطقة الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى. هي عبارة عن بداية نشوء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع أن تعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر. هذا بالآن وإياكم الأخرات توزيع الأمطار من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. يلاحظ استمرار لهطول زخات الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية، تحديدا فوق مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، أيضا مرتفعات الباحة والطائف، وامتدادا إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. فرصة الأمطار مستمرة خلال عطلة نهاية الأسبوع وتستمر حتى بداية الأسبوع القادم، بينما لا توجد أي فرصة لهطول زخات الأمطار في باقي المناطق باستثناء بعض الأمطار الخفيفة في المنطقة الشمالية، تحديدا مرتفعات تبوك والأجزاء الغربية من حائل وأيضا الأجزاء الغربية من الجوف، تعمل على هطول زخات خفيفة من الأمطار. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. يلاحظ سيطرة لكتلة هوائية شديدة الحرارة في المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية، أيضا تشهد هذه الكتلة الحارة وبالتالي أجواء شديدة الحرارة في تلك المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدلتين لمثل هذا الوقت من العام. لكن اعتبارا من يوم الجمعة ويوم السبت والأحد تبدأ هذه الكتلة الهوائية الحارة بالتحرك تدريجيا شرقا وجنوبا، وبالتالي تنخفض قليلا وتدريجيا درجة الحرارة في المنطقة الشمالية بينما تبقى مرتفعة في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. نذهب للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 29 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة 43 إلى 29، يوم السبت 44 إلى 28، ويوم الأحد 42 إلى 29. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.